ثالثا البنية البلاغية للنص. لتحليل البنية البلاغية للنص ننظر فيما يلي: أولا، نتأمل نظم الجملة، ترتيب الألفاظ في الجملة، الاستخدامات الخاصة للأساليب النحوية. نلاحظ الموسيقى اللفظية، تقارب، تكرار الصوتي وقيمتها الجمالية. فالأديب يهتم بالجرس والإيقاع ليحدث موسيقى لفظية تضفي جمالا على نص، ويستخدم لذلك عدة وسائل، منها الوزن الشعري والتقفية والتوازن بين أطوال الجمل النثرية والسج والجناس والتضاد. ثالثا، الصور الخيالية وأساليب التصوير الفني، تشمل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والتوريث. ننتقل إلى بما يسمى خطوات القراءة الأدبية. لما أقول لك ما خطوات القراءة الأدبية، تتحدث أو تحدثني عن أربع خطوات: أولا، استطلاع النص، ثانيا، القراءة حول النص، ثالثا، القراءة للفهم والتفسير، رابعا، القراءة للتحليل والتقويم. لا يمكننا تحليل النص الأدبي وتقويمه من قراءة واحدة، بل يفضل أن نسير وفق الخطوات التالية. أولا، استطلاع النص. ما المقصود أنك أنت تستطلع نص؟ قراءة النص قراءة صامتة سريعة لأخذ انطباع أولي عن نص، أو قراءة جهرية إذا كان النص شعريا، وتحديد ما إذا كنا بحاجة إلى بعض القراءات حوله، وذلك بالإجابة عن بعض التساؤلات. ومنها: هل يتوقف فهم النص على معرفة شخصية قائله أو ظروف إنشاؤه؟ هل يوجد في النص ألفاظ ومصطلحات ورموز أو أحداث تحتاج إلى مراجعة في مصادر معلوماتية؟ ثانيا، القراءة حول النص. البحث حول ما تم تحديده في القراءة الاستطلاعية. البحث حول ما تم تحديده في القراءة الاستطلاعية دي اسمها القراءة حول النص. ثالثا، القراءة للفهم والتفسير. هي عبارة عن قراءة متأنية، تفهم النص وتفسره، تحليل البنية الفنية والمعنوية والثقافية. بنية النص الفنية: نوع النص، عناصره الفنية الرئيسة، موضوع النص وأفكاره ومعانيه وتفصيلاته، العواطف والانفعالات التي يحملها النص ويعبر عنه، الأهداف والمعاني والأفكار غير المصرح بها في النص. تحليل المحتوى الثقافي في جانبين: مظاهر تأثر ألفاظ النص وصوره ومعانيه ببيئة الأديب وثقافته، مدى انسجام معاني النص وصوره مع الثقافة السائدة في المجتمع. ننتقل إلى القراءة للتحليل والتقويم. هذه قراءة متأنية لتحليل جماليات النص وأساليبه البلاغية، تحليل البنية البلاغية من نظم الجملة. نظم الجملة يتم عن ترتيب الألفاظ بالجملة بحسب ترتيب المعنى، استخدام الأساليب النحوية في غير معانيها الأصلية، استخدام الموسيقى اللفظية، الوزن الشعري والتوازن بين أطوال الجمل النثرية، التكرار والتقارب الصوتي، التكرار، السج، الجناس.